بعد إعدادها دراسات عديدة لتقييم إمكانية العمل في المحافظات المحررة، ها هي الأمم المتحدة مجدداً تعتزم فتح مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن، كما صرح بذلك معين شريم النائب المعين حديثاً للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. توجه جديد يقول عنه مراقبون بأنه سيغير من شكل التعاطي الأممي مع العديد من الملفات، باعتبار أن المكاتب التي تعمل من صنعاء لا تزال كغيرها خاضعة لإملاءات معينة فيما يخص حرية تحركها ومباشرة عملها بشكل محايد وموضوعي. الصعوبات الكثيرة التي عاشتها عدن في الفترات الماضية، والتي كان من أبرزها تدهور الوضع الأمني سيما بعد تغير وضع المدينة وتأثير الحرب على بنيتها ومرافقها الخدمية، الأمر الذي أثر كثيرا على شكل التوجه الأممي فيما يخص مباشرة العمل من هناك. وازداد هذا التأثير بعد ظهور الإشكاليات التي تمثلت في تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية وعدم تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بدمج الوحدات الأمنية تحت إدارة موحدة في عدن، وهو الأمر الذي مثل عائقا أمام مواصلة الفريق الأممي دراسته، وحال دون أن يتم تقييم المحافظة كمنطقة آمنة في الفترة السابقة. القائم بأعمال وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع أبدى استعداد وزارة الداخلية تقديم كافة التسهيلات اللازمة، مؤكداً الجاهزية الأمنية لتأمين عمل الفريق الأممي لإتمام مهامه. تزداد معاناة المواطنين نتيجة توقف بعض النشاطات الإنسانية منها المتعلقة بالإغاثة، وهو الأمر الذي يعمق التدهور أكثر، خصوصاً بعد أن أصبح العديد من السكان في مختلف مناطق الحرب يعتمدون وبشكل رئيسي على المساعدات الأممية في الوقت الذي لا يزال مستقبل المسار السياسي فيه غير واضح المعالم.